اصنع ما شئت، لكن لن أنساه، لن أنساه، وسأظل أفضله، وسأظل أرى بأنه الأمتع والأفضل، وسأظل أحبه ولا أقارنه بأحد. عالمية منك يا فيتوري، الله يبارك. للمعداني في البعيدة، ها فوزي جميلة عيني يا فوزي جميلة. قد المدرب المساعد ونجم الأهلي الكبير ونسخير محمد المجدوب اللي يتحصل على فرصة ثمينة ويتوغل بكرة داخل منطقة 18 ياردة. هذا البرنامج برعاية غافينول، the lifeblood of your car. Quality made in Germany. Try it and see. غافينول، the lifeblood of your car. فريق المدينة. يعد نادي المدينة العريق والقلعة الحصينة أحد أبرز المدارس الكروية وأعرقها، والتي لها جذورها في الحركة الرياضية ببلادنا، والذي يعود تاريخ تأسيسه إلى يوم 29 من شهر أكتوبر عام 1953. مسيرة طويلة حافلة لفريق الكرة العتيد المدينة، التي لم تغب عنها شمس دور الأضواء، والفريق الوحيد الذي سجل مشاركته في جميع نسخ المسابقة الكروية منذ أول موسم رسمي، ولم يسجل غيابه في أي موسم من المواسم الطويلة الماضية، وبالتالي نال العلامة الكاملة في عدد مرات تواجده في دور الأضواء. أبناء المدينة الفريق الأبيض والأسود، ومنذ مشاركتهم الأولى في أول موسم رسمي نالوا اللقب في ثلاث مناسبات ولقب الوصيف في مرتين، إلى جانب تأهله للمربع الذهبي عدة مرات. فبعد أن تواصلت مشاركاتهم الأولى في المواسم الإحدى عشر الأولى دون أي حصاد وكانت بلا تتويج، كان الموسم الكروي 75-76 و900 وألف هو موسم الحصاد، فكان موسما بهيجا للفريق العريق. تألق نجوم المدينة تحت أنظار الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي حضر إحدى مبارياته بملعب طرابلس الدولي أمام فريق الأهلي بني غازي في الرابع من شهر أبريل عام 75-900 وألف، والتي تميزت بغزارة الأهداف وأسفرت نتيجتها عن تعادل الفريقين ثلاثة أهداف لكل منهما. حقق الفريق بطولاته الأولى وتوج باللقب الأول في الموسم الرياضي 75-76 و900 وألف، بعد منافسة قوية جمعته ضمن دورة ثلاثية برفقة الأهلي بني غازي والقرظبية، واقتصر التنافس بينه وبين الأهلي بني غازي، حيث أسفر لقاء الذهاب الأول ببني غازي عن التعادل السلبي بدون أهداف، فيما فاز المدينة في لقاء العودة بطرابلس بهدفين لهدف أحرزهما كل من عبد الرازق أبو ذيب وفتح البكوش كازاتو، وبقيادة المدرب البلغاري بيتر تيدروف. وخلال هذا الموسم توج نجمه مصطفى بالحاج بلقب هداف بطولة الدوري الليبي، كما نال نجم الفريق أبو بكر دوزان لقب هداف مجموعته في الموسم الذي يليه، وهو الموسم الرياضي 76-77 و900 وألف. ثم حصد المدينة اللقب الثاني في الموسم الرياضي 82-83 و900 وألف، عندما عاد الدوري الليبي لكرة القدم إلى الواجهة بعد توقف دام ثلاث سنوات عقب ختام بطولة أمم أفريقيا 82-900 وألف بليبيا، حيث توج فريق المدينة باللقب الثاني في تاريخه والأول بعد استئناف النشاط الكروي والمسابقات المحلية، عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق الأهلي طرابلس بهدفين لهدف، بعد أن خالف كل التوقعات التي كانت تصب في مصلحة الأهلي طرابلس، الذي لم يتعرض في ذلك الموسم لأي خسارة، لكن المدينة نجح في حسم المباراة النهائية لصالحه بهدفين لهدف بفضل ثنائية كل من عبد المنعم الحددية وعبد الله الخضار، ليتوج باللقب الثاني في تاريخه بقيادة مدربه الوطني فرحات سالم.
وليتوج نجمه وهدافه وقائد الفريق نور سري بلقب هداف الموسم برصيد 17 هدفاً، وهي المرة الرابعة التي يتوج بها بلقب هداف الموسم، ليصبح عميد الهدافين والأكثر تتويجاً بلقب هداف الموسم، وهو الهداف التاريخي وأفضل هداف في تاريخ الدوري الليبي من خلال حصوله على لقب هداف الدوري الليبي 4 مرات، منها مرتين متتاليتين خلال موسم 74 75 و76 و900 و1000، قبلها موسم 72 73 و900 و1000. وآخر تتويج للسري بلقب الهداف كان في موسم البطولة الثانية 82 83 و900 و1000 برصيد 17 هدفا. ثم عاد فريق المدينة العنيد ليظفر ويتوج باللقب الثالث في تاريخه في الموسم الرياضي 2000-2001 بالبطولة الثالثة تحت أنظار دييغو مارادونا الأسطورة الأرجنتينية، عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق التحدي بركلات الترجيح بعد انتهاء زمن الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لهدف سجله لاعبه علي المليان، وقاد الفريق للقب الثالث مدربه عبد الحفيظ ربيش الذي توج ببطولة الدوري الليبي مع فريقه المدينة لاعبا ثم مدربا. وعلى صعيد منافسات بطولة كأس ليبيا، توج فريق المدينة لأول مرة في تاريخه ببطولة كأس ليبيا في نسختها الثانية عام 1977 عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق الهلال بملعب درنة بهدف الدقيقة الأخيرة الذي جاء بإمضاء وتوقيع لاعبه حسن النيجيري. هذا البرنامج برعاية غافينول، the lifeblood of your car. Quality made in Germany. Try it and see. غافينول، the lifeblood of your car.